استشهد مواطن وابنته في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت رعاة أغنام في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة. يواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته بشكل هستيري وعشوائي على مختلف مديريات محافظة صعدة، مستهدفا المدنيين بأكثر من 46 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية. استشهد على إثرها أحد البدو الرحل وابنته في منطقة اللجبة مديرية الصفراء، وألقى العدوان قنابله العنقودية على منطقة بني صياح بمديرية رازح. محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض اطلع على حجم الأضرار التي لحقت بمدرسة الحمزات إثر غارة جوية دمرت أحد مرافقها والغارة الأخرى بمحيط المدرسة. ونحن على بداية العام الدراسي الجديد، ها هو العدوان من جديد يستهدف كل ما تبقى من المدارس في محافظة صعدة، آخرها هذه المدرسة في منطقة الحمزات التي استهدفها العدوان ليلة أمس بعدة غارات، حطم ما تبقى فيها وما جاورها من منازل النازحين، وهي تعتبر أهداف للعدوان، وهي مراكز ومدارس أهلية وإنسانية بعيدة عن الصراع ومحرمة دوليا استهدافها، ولكن العدو لا يستثني شيئا على أرض اليمن وعلى أرض محافظة صعدة بالذات. هذا هدايا العدوان الذي قصف هذه المدارس بهذه الصواريخ المحرمة، وهذه مدارس أهلية ليس لا يوجد فيها ثكنات عسكرية ولا شيء، وإنما مدارس للأطفال لنخرجهم من الضلال إلى النور، ولكن العدوان الأمريكي السعودي لن يستثني جامعة ولا مدرسة إلا وضربها، وهذا هي طبائع مشايخ وأمراء آل سعود. ما يرتكبه العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني عامة ومحافظة صعدة خاصة من إزهاق أرواح الأبرياء المدنيين الآمنين وتدمير مقدراتهم لن يسقط بالتقادم، بل إنه جرح عميق ستتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وحق سينتزع وقضية ستنتصر طال الزمان أم قصر. مثل شعبي عرفناه يقول: من أعانك على القتل لن يعينك في دفع الدية. ومن هنا نقول لجار السوء النظام السعودي: لن تحميكم أي قوة على وجه الأرض من بأس وشدة المظلومين اليمانيون. لقناة اليمن من اليمن عيسى عاطف محافظة صعدة.